عقد اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات ببلدية توكرا ضم كافة أعضاء مجلس الحكماء والأعيان بالبلدية ولفيف من الأهالي والمسؤولين بالقطاعات الخدمية والأمنية بحضور المنسق العام للقيادات الاجتماعية بالقيادة العامة والوفد المرافق له من ضباط لبحث بعض الإشكاليات والقضايا الاجتماعية والأمنية داخل البلدية. اليوم قمنا بجولة في بلدية توكرا، حضروا كل العقلاء والحكماء في هذه البلدية. هذه البلدية التي قدمت وأعطت الكثير والكثير والكثير، بلدية عدد شهداها نعرفه جيدا، ونعرف عدد جرحاها جيدا، ونعرف تضحيات أبنائها، ونعرف مشايخها ماذا قدموا وماذا قالوا في حق الوطن وفي حق سيد القائد المنتصر بإرادة الله عندما قال حي على الجهاد. فاليوم كان لقاء عظيم، كان لقاء ودي جدا. حضر السيد المنسق للقيادة العامة في بلدية توكرا السيد فرج الصنعاني، حضر رئيس لجنة العقلاء والحكماء السيد فرج البرغثي، حضروا كل العقلاء والحكماء من هذه البلدية. المنسق العام للقيادات الاجتماعية بالقيادة العامة أثنى على الدور الذي قامت به بلدية توكرا والذي وصفه بالكبير والبارز في محاربة الإرهاب منذ الوهلة الأولى ودعمها للمحاور بقوافل الإغاثة التي بدأت من بنينة وحتى في معركة تحرير طرابلس، والتضحيات الجسام التي قدموها من شهداء وقادة ومقاتلين تشهد لهم ساحة الشرف. باسمي وباسم مجلس حكماء بلدية توكرا رحب بالشيخ بالعيد الشيخي لحضوره للاجتماع بمجلس حكماء بلدية توكرا من أجل تذليل بعض الصعوبات المحيطة ببلدية توكرا. كما عدنا الشيخ بالعيد الشيخي بموعد قريب مع مشير خليفة بن جاسم حنفتر لتنسيق في اجتماع في فترة وجيزة إن شاء الله من أجل تذليل بعض الصعوبات. كما أكد أهالي وعيان وحكماء بلدية توكرا أنهم في خندق واحد مع الجيش الوطني في تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من حكومة الصخيرات، أملين من الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن. لقناة ليبيا الحدث، عطية العبيدي.